لا حيت الربع كما نقول الربع دابا واحد الربع زاد تحت كاين بعض الفنانه قالت بان احنا اللي زدناه ولكن كيرجع المولاي احمد الحسني. وين الاعتراف ديال شي اكتشاف ديال المولاي احمد الحسني؟ اعترف لينا بهذا يا اخوانا بدون تكبر بدون شتي هذا الجيتار شكون لك بحال شي طوموبيل شي طوموبيل ديال مرة وانا اللي دونتها رديتها ديال المغرب تمام اراد من اراد وكريم من كريم هذا هو اللي متواضعوا هذا راه تيعطر بهذ القضيه كتشجلني والنغمه اي نغمه تنحترمها ديال اي واحد لحقاش النغمه ديال واحد تصدر من القلب ديالو النغمه ديال اي واحد بحال البصمه ديالو انا البصمه ديالي راه ما كاينش في ايدي راه ديال المولود راه ما كاينش في ايدي راه ديال نجيب ما كاينش في ايدي راه غير البصمات تختلف هذا هو اللي كاين باش نقول لك هذا احسن من هذا ولا هذا انا تعجبني هذا السيد هذا ماشي بارك الله عليك بارك الله هذا هو اللي كاين حنا كبرنا عند السيد ديال الحسن ماشي غادي نتكبروا ولا نبداو نكتشف شي نغمه تيقول لك لا راه انا اللي عندك الصوت تبارك الله عندك الستيل ديال الفن حبستيت انت واحد الحبسه ولكن دايما دير بحال هذاك اللي تيرجع خطوه اللور ماشي زيد ثلاثه ماشي حنقز خصنا نحنقز لا حنخميت بغينا هذا الستيل هذا ديال مريحي بغينا شي يموت وهو تورا سيرتو المواضيع هو تورا واحد يدير شي حاجه اللي تنفع الناس ميساج شي حاجه منها تنشط الناس ولكن في نفس الوقت كيسمح لهم النظره اللي تنفعهم صراحه ضحك اخو احمد ضحك لا حبيبي ما كرهناش نعاودوا ان شاء الله شي كيسه هذا راه عرفت راه مو بزاف يكسين ما يدوم العقل كيدوم يكسين ما يدوم العقل كيدوم زين الفن والإكواني غنوا عليه الشعراء الكبار غنوا عليه الكبار شافوا في عيون كتبوا الشعار Thank you.